أجرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني خلال زيارتها إلى تونس مباحثات مع عدد من الأطراف الليبية، في مقدمتهم فايز السراج المرشح لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني. وأكدت موغريني أن أوروبا ستواصل دعمها لليبيا، غير أنها قالت أن الوضع الأمني الخطر في البلاد يعيق إيصال أي مساعدات. مع الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني المقترحة، نأمل أن يكون هناك اتحاد بين الليبيين وأن يحارب الإرهاب في هذا البلد. هناك أشياء لا يزال الاتحاد الأوروبي يقدمها لمساعدة الشعب الليبي، خصوصا ما تعلق منها بالمساعدات الإنسانية، ونؤكد دائما أننا مستعدون لفعل المزيد. لدينا نحو 100 مليون يورو موجهة للمساعدات الإنسانية ولبناء مؤسسات الدولة، وسيتم العمل بهذا المبلغ فور مباشرة حكومة الوفاق الوطني لعملها. من جهته، تعهد رئيس حكومة الوفاق المقترحة في ليبيا فايز السراج بتشكيل حكومة لكل الليبيين، مشددا على ضرورة أن يتجاوز الفرقاء خلافاتهم للخروج بليبيا من أزماتها. وأضاف السراج أنه تم الاتفاق مع موغريني على تفعيل حزمة الدعم الأوروبية المقدمة لليبيا. تم التنسيق، الحديث على التنسيق بشكل فعال بخصوص مواجهة الإرهاب. ما حدث بسديط وسدرة بالأمس ليس ببعيد. تم التطرق إلى برنامج مراقبة الحدود ودعم الاتحاد الأوروبي بالخصوص. تم التركيز على المساعدات الإنسانية وكيف إيصالها إلى المناطق المطلوبة وإيجاد القنوات المحلية، ممكن تكون المجالس البلدية أقرب القنوات إلى لتنفيذ ذلك. تم الحديث على تفعيل حزمة الدعم الأوروبي لليبيا حسب أولويات ليبيا. تم الاتفاق على أساس أن الليبيون هم من يقودوا المرحلة. ومعنا من تونس مستشار رئاسة البرلمان الليبي محمود المصراتي. سيد محمود، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. بعد هذا الاجتماع يبدو أن فايز السراج توجه مباشرة إلى زليطن لتقديم تعازي لأهالي الضحايا، ولكن يبدو أن هناك أنباء تفيد بأنه تعرض لإطلاق نار في زليطن. هل لديك أي معلومات بشأن هذا الحادث سيد محمود؟ للأسف هي أنباء متضاربة، ليست هناك تأكيدات بالفعل، ولكن في اعتقادي ما رتب لهذه الزيارة أكيد هو ملم بالأوضاع الأمنية، وأكيد الترتيبات ربما تكون جيدة. أنا أستبعد حقيقة هكذا حدث، ولكن الأنباء متضاربة لغاية الآن، هناك أنباء متضاربة بالفعل يعني. طيب، نعود للقاء كوبلر وموغريني مع أطراف الحوار الليبي. هل تعتقد أنه حرك اليوم حجرا في المياه الراكدة نحو تشكيل حكومة وطنية؟ بالفعل الاتحاد الأوروبي يسعى منذ فترة إلى أن يسارع المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة في بحر 30 يوم من تسميته. المشاورات في منطقة جمارت في تونس على أشدها بين كل الأطراف. ربما تأتي زيارة موغريني هي للدفع أكثر بمسألة التسريع بتشكيل الحكومة، خاصة وأن كان في اليومين الماضيين هناك بعض الخلافات داخل المجلس الرئاسي. نعم. حول المادة 8 وحول الجيش وقيادته، وحقيقة استأمنها الكثير من الليبيين، ولكن ما وصل وما سر بأن بالفعل تم تجاوز هذا الخلاف، تم تجاوز هذه النقطة. الآن الحديث عن تشكيل الوزارية، كم سيكون هناك وزير، كم حقيبة وزارية، هل ستكون هناك محاصصات جهوية أو سياسية للأطراف المشاركة في الحوار في هذه الوزارات. يعني الحديث اللي دار اليوم بين موغريني والسيد فايز السراج تركز بالدرجة الأولى على مسألة الترتيبات الأمنية، مسألة طيب. ما بعد تشكيل الحكومة هناك نقاط مهمة هي اللي تم النقاش فيها اليوم أعتقد بالدرجة الأولى. الاتحاد الأوروبي يبدو أنه يستخدم ورقة المساعدات سيد محمود كشرط مسبق قبل تشكيل الحكومة، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا عامل ضغط على
الفرقاء الليبيين؟ لا، في الحالة الليبية لا تؤثر مسألة الـ 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 المساعدات. موغريني تتحدث عن 100 مليون يورو، في اعتقادي هذا رقم هزيل أمام ما تملكه ليبيا الآن حتى في ظل هذه الظروف في خزائن الدولة وفي المجنم. وبالتالي الحديث عن مساعدات مالية واقتصادية ليست ورقة ضغط، ولكن ربما ورقة الضغط الحقيقية هي مكافحة الإرهاب ربما في اعتقادي، ومحاربة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي انتشرت في ليبيا الآن خاصة في المنطقة الوسطى وفي الشرق في درنة وفي بعض المناطق سواء من طرابلس على تخومها وفي منطقة صبراتها. أما مسألة الحديث عن ورقة اقتصادية أو مبالغ مالية قد يستخدمها الاتحاد الأوروبي من أجل تشكيل حكومة في اعتقادي هذا غير مجدي في المشهد الليبي وغير مجدي في المشهد الليبي. مسألة الحديث عن 100 مليون يورو يعني خلال مؤتمر صحفي سيد محمود التمسنا نوع من التباين بين تصريحات موغريني التي تشترط تقديم 100 مليون يورو الليبيين قبل بعد تشكيل الحكومة، في الواقع في المقابل يقول السراج إن المساعدات الأوروبية يجب أن تكون وفق الأولويات الليبية. ما هي الأولويات الليبية بحسب فايز السراج؟ أنا التقيت حقيقة قبل يومين بالسيد فايز السراج في لقاء جمع ليبيا على انفراد، في اعتقادي هو يقصد المساعدات ربما الأمنية والعسكرية بالدرجة الأولى، ليس الحديث عن مساعدات اقتصادية ومساعدات مالية قد يدفعها الاتحاد الأوروبي. الحديث عن دعم الجيش، الحديث عن إنهاء مسألة التشكيلات الأمنية التشكيلات المسلحة الميليشيات الموجودة في طرابلس، أيضا ربما بعض المشاكل العالقة إقليميا مع بعض الدول، هناك ملفات ساخنة، ملفات ليبية مصرية، ملفات ليبية تونسية، ملفات ليبية أوروبية بالإمكان استعجالها وحلها. هذا ما يتحدث عنها السراج، ولا أعتقد إطلاق أن يتحدث عن مساعدة اقتصادية. أولويات الحكومة الليبية الآن هو ترتيب الملف الأمني أو التحدي الأمني، لأن في اعتقادي يعني وفق الاتفاق السياسي حكومة السراج ربما ستكون 90% هي حكومة استقرار فقط، يعني غير معنية ربما بمشاريع التنمية وإعادة الإعمار وكل هذه القصص. وبالتالي الرجل يتحدث عن أولويات من أهمها هو الملف الأمني والمساعدات العسكرية في مكافحة تنظيم داعش الذي أصبح الآن سيطرته واضحة خاصة على المنطقة الوسطى، ما قام وأقبل عليه أقدم عليه هذا التنظيم من 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 الهجوم على المصافي النفطية السدرة والهروج. خسائر ليبيا حقيقة في اليومين الماضيين خسائر كبيرة جدا، خسرنا خزانات الهروج وخسائر وخزانات السدرة وهذه مواني نفطية للتصدير، ستشكل ربما مشكلة حقيقية في الأيام القادمة على مصافي النفط وتصديره من ليبيا، والذي في اعتقادي ليس تكلفة مالية فقط، هناك مسألة وقت أيضا حتى تعود هذه المواني للتصدير مرة أخرى. طيب. أيضا الهاجس الأمني الآن بعد تفجير الجريمة المجزرة التي وقعت في صديتن أمس، هناك هواجس أمنية حقيقية، التنظيم وصل إلى المدن الأخرى ليس في بنغازي فقط وليس في درنة وليس في سرت، في صديتن، وربما يتوقع هناك قلايا نايمة موجودة في طرابلس، ربما ستقوم بعمليات انغماسية كما يسميها هذا التنظيم ربما في طرابلس في مصراتة في الزاوية. وبالتالي هذه المخاوف وهذه الهواجس هي التي تدفع برئيس الحكومة الآن يتحدث عن الأولويات. طيب. والتي أعتقد وأكاد أجزم بأنها أولويات أمنية، وهذه الهواجس الأمنية سيد محمود يبدو أنها تؤرق الغرب وهو ما حدا بها لدفع الأطراف الليبية والاستعجال بتشكيل الحكومة الوطنية، لكن يبدو أن هناك خلافات لا تزال عالقة بين الفرقاء الليبيين. هل ترحيل هذه الخلافات إلى ما بعد تشكيل الحكومة في صالح ليبيا؟ في اعتقادي مسألة ترحيل هذه المشاكل لا يمكن أن يحدث، لأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تنجز شيء ولن تستطيع أن تصل حتى إلى العاصمة وتعلن وجودها من خلالها وتعلن وجودها في طرابلس. الأطراف التي رفضت الحكومة هي أطراف الآن حتى في نظر المجتمع الدولي هي أطراف باغية وهي أطراف متشددة وهي متهمة اتهام حقيقي وواضح وصريح بدعمها للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش. في اعتقادي أن المجتمع الدولي الآن أصبح على دراية كاملة من سبب الحرب في ليبيا، من سبب كل هذه القلاقل، من ساعد بوضوح
في استجلاب كل المقاتلين الذين كانوا في سوريا وكانوا في العراق واتجهوا باتجاه ليبيا. الطرف أو الفئة الباغية الموجودة الآن في طرابلس، المجتمع الدولي يعي تماما أن هذه الفئة قد تقف أمام أي تقدم في مسألة رجوع الحكومة أو أعلنها من داخل طرابلس. طيب. لذا قد يستخدم القوة ربما ضد هذه المجموعات. لا أدري على السيناريو بالتحديد فيما يتعلق بالمجموعات الموجودة داخل طرابلس، وهي أطراف سياسية ترفض الحوار، ترفض الحكومة، تخون كل من ذهب في حوار الصخيرات، وتدعو إلى حق آخر أريد به باطل، وهو الحوار ليبي، وهذه القصة التي أعلنها أعضاء المؤتمر المنتهي السابق. طيب، كسؤال أخير سيد محمود وباختصار، فايز السراج يبدو أنه اجتمع مع رؤساء البلديات والمجالس البلدية، إلى أي مدى يمكن لهؤلاء أن يسهموا في تسهيل وإحداث توافق بين الفرقاء فرقاء الأزمة؟ في اعتقادي هو المجالس البلدية في ليبيا في حسب تركيبتها ليس لها دور سياسي، هي مجالس خدمية تعنى بشؤون الناس وبخدماتهم، ولكن هناك ربما مكاسب معنوية قد تكسب، وهو أنه انضمام أكبر عدد ممكن من البلديات، والتي البلديات هنا تعني المناطق والمناطق تعني القبائل، ودعمها إلى هذه الحكومة هي مكاسب معنوية يحققها السيد فايز السراج وحكومته والمجلس الرئاسي. أما مسألة تأثيرها سياسيا لا أعتقد أن حيكون لها دور تأثيري في على اعتبار أنها قريبة من المواطنين السيد محمود. نعم بالضبط، هي وظيفتها خدمية، دورها خدمي وليس دور سياسي، ولكن مسألة التأييد الحكومة قد يصنع نوع من الدعم الشعبي داخل المناطق اللي ربما حتى التي تقف ضد هذا الحوار وضد هذه الحكومة، وهذا الدعم الشعبي هو الذي تحتاجه الحكومة الآن في هذه الظروف. أشكرك مستشار رئاسة البرلمان الليبي محمود المصراتي، كنت معنا من تونس.